المطر على كل شيء، سيأتي المطر على كل شيء. لقد طفح الكيل مني. لماذا قمت من الفراش وأنت ما زلت مريضاً؟ إن الخيمة بما فيها قد ابتلت ولا يوجد مكان جاف. نعم، لقد كانت ليلة ممطرة وعاصفة. على الأخرى خيمتي قد أصابها ماء المطر. شكرا لتعبك معي. لا داعي للشكر، وسأظل أعمل معك. لا داعي للتعب، لقد شفيت وأصبحت بخير. إذن فلنعمل معا. ماذا؟ نعمل معا؟ نعم، إني أريد أن أتعلم صنعة الحدادة، فأنا قد عشقت هذه المهنة. إنها للرجال فقط، وأنا رجل كذلك. هيا نهض لتبدأ في تعليم الحدادة. يوجد رجلان نائمان. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يشيد الجدار من جديد. ما الذي يفعله هذا الرجل الغريب؟ إنه غريب عن أهل بلدتنا. ورأى موسى ما فعل الخضر وتعجب. هل يا ترى سيسأله لماذا فعل هذا؟ أم سيصمت إلى أن يخبره الخضر؟ قال الخضر: حمدا لله. لقد أعاد الرجل الغريب بناء الجدار مرة أخرى بعد أن كاد يسقط يا أمي. إنه حقا أمر عجيب. إني أريد أن أرى هذا الرجل. قال الخضر: لقد أتعبني حقا إعادة بنائه، حمدا لله. إنها حقا
رحلة عجيبة لعبد أعجب. وللمرة الثالثة يتسرع موسى ويتحدث مع الخضر ويقول له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهنا قال له الخضر: قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك يا موسى، هذه هي المرة الثالثة. وهنا كان الفراق بين موسى والخضر، بعد أن حكم موسى على نفسه بأنه إذا سأله سؤالا آخر قبل أن يخبره به الخضر فسيكون هذا فراقا بينهما. وعبد مثل موسى نبي ورسول ويؤمن بوحدانية الله، يجب أن ينفذ ما قال. لقد حكم على نفسه ووجب الحكم عليه، هذه هي شريعة الله. لقد نظر موسى إلى الجدار على أنه جدار عادي في قرية للبخلاء الذين لا يعرفون لابن السبيل طريقة. الجدار الذي في القرية التي أغلق جميع سكانها الأبواب في وجهيهما، وقبل هذا رفضوا إعطاء الماء لهما وكذلك الطعام. وكان على موسى أن يقولها: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إنها مشيئة الله يا موسى. وهنا كان لزاما على الخضر أن يفسر لموسى كل ما كان من أمره. قال الخضر: لم تصبر يا موسى، وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.